مشاهدينا خلينا ننتقل لموضوع اخر هام جدا الحقيقه، وهو زياره مهمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس للامارات لدعم العلاقات الثنائيه بين البلدين في توقيت له دلاله مهمه. خلينا نعرف دلاله الزياره وتوقيتها تحديدا بعد استهداف ميليشيا الحوثي لمنشات مدنيه في الامارات. معانا السفير رخاء احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم واهلا بيك. صباح الخير يا مصر. اهلا، صباح الخير وصباح الخير للساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. قراءه حضرتك للزياره اللي قام بيها سياده الرئيس امس للامارات تحديدا كمان يا فندم، وخاصه في ظل هذا التوقيت بعد تعرض الامارات لهجمات من الحوثيين. يعني هي زياره بتاتي بعد حدثين مهمين، زياره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاعداد القمه العربيه، وايضا بالنسبه للاعتداءات اللي قام بها الحوثيون على منشآت بترولية ومدنية في الإمارات العربية الشقيقة. فإلى جانب التطورات الأخرى، تطورات الأزمة اليمنية والأزمة الليبية، والإمارات أيضا يعني لها دور في الأزمتين، وبتشارك مصر في الرأي بأن لا حل للأزمتين إلا الحل السلمي. فبالتالي الزيارة بتأتي في توقيت مهم وهو الإعداد للقمة العربية، وده بيتطلب التنسيق بين الأشقاء سواء في داخل كل دولة، يبقى فيه نوع من يعني التآلف والتماسك داخل الدولة نفسها، أيضا بالنسبة للدول العربية بينها وبعضها البعض، أن يكون في حد أدنى من التوافق حتى يتيح أن تكون هذه القمة العربية نقلة نوعية في العلاقات العربية. دي ناحية. الناحية الأخرى، ما يتعرض له تتعرض له الإمارات ده أمر مرفوض، لأن ضرب المنشآت المدنية والاعتداءات عليها ده وإصابة مدنيين ده شيء مرفوض، ومصر ترفضه رفضا تاما من أي جهة من الجهات. وبالتالي هذا يتطلب أيضا إعادة النظر في حل الأزمة اليمنية حتى ننتهي من هذا النزاع المستمر 7 سنوات بدون طائد، ولا بد من التشاور بشأنه. أيضا بالنسبة للوضع في منطقة الخليج، هناك متغيرات متلاحقة في منطقة الخليج، تأكيد. سواء على العلاقات الخليجية الإيرانية أو العلاقات بين الدول مجلس التعاون الخليجي أو في داخل كل دولة. يمكن عشان كده يا فندم سعادة السفير كان في لقاء رباعي بالأمس بين قادة الإمارات وقادة مصر والبحرين. هو هذا لقاء هدفه التنسيق المشترك، تنسيق على مستوى اول اللي هو بين دول المجتمع او بين الدولتين، يعني اللي هي الامارات والبحرين، وداخل الامارات نفسها، يعني داخل الامارات التنسيق بين دبي وابو ظبي، يعني بدون الدخول في تفاصيل. فكان ده ايضا موضوع مهم، حضر ملك البحرين ايضا للمشاركه في هذا مع الرئيس السيسي في ان يكون في نوع من الوفاق والتنسيق الداخلي في الامارات، ثم بين الامارات وبين باقي دول مجلس التعاون الخليجي سواء قطر او المملكه العربيه السعوديه، بحيث ما يكونش في اي نوع من يعني الاختلاف يؤثر على العلاقات الجيده بين الدول الخليجيه وبعضها البعض. ايضا بيساعد على اسهام هذه الدول ولها دور مهم جدا في ازمه اليمن. يعني مجلس التعاون الخليجي انا اعتقد شخصيا ان هو يستطيع أن يبدأ فورا في حل الأزمة اليمنية، ولكن ده مرتبط بالمفاوضات مع إيران، وفي مفاوضات عقد 4 جلسات بين المملكة العربية السعودية وبين إيران لتسوية الخلافات بينهما، وده أيضا مرتبط بالملف النووي اللي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ففي تعقيد في المشكلة، فبيتم التشاور هل تعقد القمة العربية في ظل هذه الظروف أم من الأفضل تأجيلها إلى الصيف القادم، يكون انتهت أزمة كورونا ويكون انتهت أيضا كثير من اختلافات في وجهات النظر سواء في داخل كل دولة أو في علاقتها مع الدول الأخرى. طيب سيادة السفير، يعني برأيك ما هي آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة اللي بتواجه المنطقة؟ يعني في الحقيقة احنا يعني العمل العربي بيفتقد إلى التوافق وتنقيط الأجواء العربية من الخلافات، لأنها كلها خلافات بتضر بالأمن والاستقرار العربي وبتهدر وقتا طويلا. يعني احنا رأينا قبل كده
الخلاف مع قطر استمر 3 سنوات ونصف ثم انتهى إلى الصلح، لأن المصالح المشتركة والترابط بين الدول العربية أكبر من أي خلافات أيا كانت وأيا كانت صورتها. فمن هنا لابد أن احنا دائما ننظر إلى أبعد من الخطوة القريبة، المستقبل دائما هو اللي ننظر إليه، الاستقرار والتنمية والتعاون المشترك. الدول العربية لديها من الإمكانيات أنها تستطيع أن تكون قوة فعالة في العالم، ولكن للأسف النزاعات متفرقة فيها، الأزمات المستمرة بتستنزف مواردها وبتستنزف طاقتها، وللأسف الشديد عدم الترابط جعلنا نلجأ للآخرين لحل مشاكلنا، وده بيجعل في تدخل بقى. وهنا كان أيضا من ضمن الاجتماعات رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، لأن هناك تدخلات كثيرة بتفسد كثير من الأعمال العربية ومن العمل العربي المشترك اللي هو أساس قوة العالم العربي. فلو تضافرت هذه الجهود قبل القمة العربية وأنهينا الخلاف بين المغرب والجزائر والخلاف بين لبنان ودول الخليج وغيرها من الخلافات، فهذا سيؤدي بالتأكيد إلى أن تكون قمة عربية فاعلة والعالم ينظر لها بتقدير وأيضا باعتبار يضعها في اعتبار. بالتأكيد سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم، شكرا جزيلا لك.